من بين جميع المعجزات التي حددت تواريخ آدابنا، ثمة القليل المدهش مقارنة بظهور كتاب أليس في بلاد العجائب. في مساء الرابع من يوليو تموز 1862، اصطحب المحترم تشارلز دوتسون، يرافقه صديقه الموقر روبنسون ديوكورت، البنات الثلاث الصغيرات للدكتور ليديل، عميد كنيسة المسيح، في جولة لركوب القوارب لثلاثة أميال على نهر التايمز، انطلاقا من فولي بريدج قرب أوكسفورد حتى قرية بودوستو. كانت الشمس حارقة كما تذكرت أليس ليدل بعد عدة سنوات، لذا رسونا في المروج أسفل النهر ملتجئين إلى بقعة الفيء الوحيدة التي عثرنا عليها، وكانت تحت خيمة من القش. بدا أنها أنشئت حديثا. عندئذ نطقت الفتيات الثلاث بالرجاء المألوف: احكي لنا حكاية، لتبدأ أكثر الحكايات إمتاعا. في بعض الأحيان لكي يشاكسنا، وربما لأنه متعب حقا، كان السيد دوتسون يتوقف فجأة ويقول: تلك هي النهاية، إلى أن نبدأ في المرة المقبلة. ليأتي رد الفتيات الثلاث معا من الفور: أوه، إننا الآن في المرة المقبلة. وبعد شيء من الإقناع تبدأ القصة من جديد. حينما عادت القوارب من جولتها، طلبت أليس من السيد دوتسون أن يكتب لها المغامرات، وأخبرها بأنه سوف يحاول ذلك، وجلس ليلة بأكملها تقريبا يدون فيها حكاياته على الورق، مضيفا لها بعض التوضيحات. أمكن بعد ذلك رؤية المجلد الصغير لكتاب مغامرات أليس تحت الأرض موضوعا على طاولة غرفة الاستقبال. وبعد ثلاث سنوات لاحقة في 1865 صدرت القصة عن دار نشر مكميلان في لندن تحت اسم مستعار اختاره دوتسون ليكون لويس كارول، كما أن العنوان الذي اختاره للطبعة كان أليس في بلاد العجائب. إن أرض العجائب هي المكان الذي نجد فيه أنفسنا كل يوم، مكانا جنونيا كما قد يبدو، وبكل جوانبه اليومية والاعتيادية، الإلهية منها والشيطانية والتطهرية أيضا. إنها مكان ينبغي لنا أن نتجول فيه مثلما نتجول في الحياة، ملتزمين تعليمات ملك القلوب. ابدأ من البداية، هذا ما يقوله للأرنب الأبيض، ثم واصل إلى أن تبلغ النهاية، وعندها توقف. لدى أليس سلاح واحد لرحلتها وهو اللغة، إذ إننا بالكلمات نشق طريقنا عبر غابة القط شيشاير ورقعة الشطرنج التي هي للملكة. وبالكلمات أيضا تكتشف أليس الفرق بين حقيقة الأشياء وبين ما تبدو عليه، كما أن تساؤلاتها هي ما يبرز لا معقولية أرض العجائب المخفية تحت طبقة واهية من الاحترام التقليدي، وذلك ما يحدث في عالمنا أيضا. قد نحاول العثور على المنطق في اللامعقول كما تفعل الدوقة بإيجادها عبرة لكل شيء، لكن الحقيقة هي كما يخبرها القط لأليس: نحن لا نملك خيارا في الأمر، وأيا يكن الطريق الذي نسلكه فإننا سوف نجد أنفسنا بين أناس مجانين، وسيكون علينا أن نستعمل لغتنا بأفضل ما يمكن لنظل قابضين على ما نرى أنه رشدنا. تكشف الكلمات لأليس أن في هذا العالم المحير حقيقة واحدة لا يمكن الطعن بها، وهي أننا جميعا مجانين إذا ما تعلق الأمر بالعقلانية الصريحة. على شاكلة أليس إننا نخاطر بإغراق أنفسنا والآخرين أيضا بدموعنا، ومثل طائر الدودو إننا نرغب في الاعتقاد أننا جميعا رابحون ونستحق نيل جائزة ما بصرف النظر عن الاتجاه الذي نركض نحوه وبمعزل عن مدى العجز الذي نحن فيه.
وكالأرنب الأبيض نصدر الأوامر عن يميننا وعن شمالنا كأن الآخرين ملزمون بل يتشرفون بخدمتنا. ومثل دودة القز إننا لا نكف عن التساؤل حول هويات الآخرين في الوقت الذي لا نعرف فيه سوى القليل عن هوية أنفسنا حتى ونحن على وشك فقدانها. وإننا نشاطر الدوقة إيمانها بلزوم معاقبة الصغار على سلوكهم المزعج، لكننا لا نهتم كثيرا لمعرفة سبب ذلك السلوك. وتحت حكم طغاة كالملكة الحمراء نضطر إلى لعب ألاعيب جنونية بأدوات غير مناسبة، كأن نلعب بكرات تتدحرج بعيدا كالقنافذ، وبعصي تلتوي وتصبح مثل الفلامينغو. وحين نخفق في اتباع التعليمات نواجه خطر أن تحصد رؤوسنا. إن مناهجنا الدراسية كما تقول العنقاء والسلحفات لأليس هي تمارين في الحنين، تعليم الضحك والحزن، أو دورات تدريبية في خدمة الآخرين، كيف يلقى بك إلى البحر مع السلطعون. كما أن نظام العدالة لدينا قبل وقت طويل من وصف كافكا له غير مفهوم وغير عادل على غرار النظام الذي وضع لمحاكمة شخصية الفض في حكاية أليس. لكن قلة منا لديهم شجاعة أليس حين تقف في نهاية الكتاب بالمعنى الحرفي مدافعة عن قناعاتها ورافض السكوت، إذ يسمح لأليس أن تصحو من حلمها بفعل هذا العصيان المدني السامي، فيما لسوء الحظ لا يتاح لنا ذلك.